بعد موسم رابع من الجفاف على التوالي وصعوبة تسديد الفلاحين القروض البنكية المتراكمة منذ سنوات، المزارعون اليوم بصوت واحد أنقذوا أرضنا بعد تأخر القائمين تحديد صيغة تعويض المتضررين غير المؤمنين، خاصة وأن حملة الحرث والبذر لا يفصلها سوى الشهر والنصف. أولاً ما كاين حتى تعويض اللي كان صالح الفلاحين اللي قاتهم الجفاف ولا هذه المشاكل الأمطار الغزيرة ولا أخر. الفلاحين اللي كان لهم التعويض هم الفلاحين المؤمنين، وحتى الصيغة الحقيقية كيفاش راح يكون التعويض ما بيناش. احنا كمجلس المهني قدمنا عدة اقتراحات، اليومين هذا ما بيننا حتى تعويض. فيما تقليص فاتورة الغذاء ورفع الإنتاج المحلي، جنود الغذاء يستجيبون لنداء الدولة بعد انخراطهم في برنامج احترام المسار التقني وخريطة الحكومة الاستراتيجية، غير أن الظروف الطبيعية القاهرة كبدتهم خسائر كبيرة. في هذا الشيء حتى طلبنا من وزارة الفلاحة عدة لقاءات، اليومين هذا ما استوجبوش في إطار هذه اللقاءات باش نديروا حوصلة ولا نديروا حتى اقتراحات كيفاش ندخلوا للموسم 23-24 فيما يخص الحرث والبذر. اليوم صبح الموسم 23-24 كله مبهم والفلاحين في أزمة مالية عويصة. لجنة الإحصاء والمتابعة المكلفة بتعويض المتضررين تطمئن الفلاحين. راح يعوضوهم بإذن الله. جات المدة هذه جات مع العطلة لشوية تأخر العمل تاع اللجن، في هذا الشهر سبتمبر إن شاء الله راح نكملوا العمل. ربح معركة الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي وبشكل خاص الحبوب يكون بتقوية إنتاجنا وعدم تضييع الوقت، وهذا لن يتحقق إلا بمنح الأولوية للشعب الاستراتيجية تفادياً الوقوع في أخطاء الماضي. أخيراً، اعتماد نموذج تسيير فلاحي تكون فيه وزارة الفلاحة مجرد سلطة ضبط وتوجيه، وصاحب القرار هو الفلاح.